انا اليوم كثير مبسوط انه راح احكي لكم عن برنامج الشباب. ليش؟ لانه فعليا انا من اول الاشخاص اللي فتحوا حساب في برنامج الشباب. هذا الحكي قبل سنين كثير كثير طويله، ولكن اليوم برنامج الشباب صار اقوى وفيه مميزات كثير احسن من ايام زمان. وحتى انا شخصيا لما شفت هاي المميزات قلت الا ليت الشباب يعودوا. مميزات جديده، غير انه خلينا نحكي في خصومات معينه بمحلات كثيره سواء كانت مطاعم او نوادي رياضيه. برضه هلا صار في نظام نقاط، ومش بس هيك، في شغله كثير مهمه للشباب سواء كانوا موظفين بدرسوا وهم عم بيشتغلوا او سواء كانوا موظفين، انه هلا البنك العربي عم بيعمل في تسهيلات ماليه ممكن توصل لحد 10,000 دينار، مش بس حتى للي عندهم وظيفه دائمه، حتى للي بدرس كمان وبكون عنده خليني احكي بارت تايم جوب وبيجيله دخل مادي معين بيقدر يفتح حساب ببرنامج شباب وياخذ كل هاي الشغلات والمميزات الرائعه جدا. هلا اليوم احنا موجودين بالسيتي مول، في زي ما انتم شايفين ورانا حاره شباب، راح نشوف شو الاكتيفيشن، راح نحاول نحكي مع الناس نشوف كيف الاجواء. في مسابقه لطيفه جدا جوا في ار وفيرتشوال رياليتي راح نلعبها انا وايا، واللي بفوز بسحب هذا المغلف الاحمر. طبعا جواته في جوائز متعدده، يا رب نفوز اليوم. تعالوا معنا نشوف شو فيه. هسه هاي الجلاسز 3D في ار بوكس، اوكي حطيها عيونك، راح تلاقي على كيبورد عليه كلمه ستارت، حاولي حطي الريد دوت النقطه الحمراء على الستارت بيطلع لك بعدين كلمه، امشي حسب قاعدين. اليوم مع البنك العربي كانت كتير حلوة، ونحن بننصح كل الشباب اللي من عمر 18 ل 25 إنهم يشاركوا ببرنامج شباب لحتى يستفيدوا من المزايا العديدة والمميزة الموجودة بهالبرنامج. واللي بدي أحكي لكم إياه بإنكم لا تنسوا تيجوا على البوث المخصصة للبنك العربي الموجودة بالسيتي مول، واللي رح تستمر ليوم السبت بتاريخ 10/3 لحتى تلعبوا وتتسلوا وأكيد تربحوا جوائز عديدة وقيمة مع البنك العربي وبرنامج شباب.